أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بأمير المؤمنين، جعلنا الله تعالى من الطالبين بثأره وبثأر حبيبته فاطمة وولديه الحسن والحسين والأئمة من ذريته. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. أما حديثنا لهذه الليلة، طبيعي أن يكون الحديث هذه الليلة أيضا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والحديث المناسب لهذه الليلة ما كان علويا وعينيا، يعني بمعنى ما يتعلق بالأيتام والمساكين. أنطلق من سورة هل أتى، سورة الإنسان، سورة الدهر، أسامي لهذه السورة. أولا إخواني، أمير المؤمنين والزهراء وفض على نقل، هؤلاء قدموا بطعامهم بخبز صومهم في ذلك اليوم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بالله عليكم، في زمان النبي هذه الآية في المدينة، هل كان يعقل أن يكون أسير مسلم مثلا كما يتفق هذه الأيام في الحروب وفي القتال؟ الباطل هو أسير غير مسلم. الآن البعض يقول كيف الأسير يتجول في الأسواق هو حر؟ أجيب في محله، أين يذهب الأسير؟ هو المدينة محل عيشه، إذا ذهب خارج المدينة يموت جوعا وعطشا، يبقى في المدينة وهو أسير. المهم، أو كان معه من يرافقه، أيضا توجيه لهذا الأمر. المهم، يعني أمير المؤمنين يضحي بقوته وقوت فاطمة صلوات الله عليها ويقدمها لإنسان غير مسلم، أسير أسر، نعم، وهو في ربقة غير المسلمين. هذه قمة العطاء والإيثار. إذا نتأسى بأمير المؤمنين في هذه الرحمة، في هذه الصفة. وأنتم تعرفون موقف أمير المؤمنين عندما أوصى بقاتله خيرا. ولكن هناك قيد إخواني، وجوهكم متأملة بحمد الله. سر خلود أمير المؤمنين، الناس طوال التاريخ تصدقوا بالذبائح، بالطعام، بنوا أبنية عظيمة، مساجد فيها أبواب كثيرة. نعم، بعض الطواغيت يبني مساجد عظيمة للسمعة والرياء، ولكن أين الذكر؟ مسجد ضرار أمر النبي بهدمه، وتحول إلى مزبلة من المزابل، مسجد ولكن ما أسس على التقوى من أول يوم. ولكن فعل أمير المؤمنين مبني على التقوى. قرص خبز يقدمه أمير المؤمنين والزهراء، سورة في القرآن محوره هذا الإطعام. أين سر الخلود؟ ويطعمون على حبه مسكينا ويتيما. وقع الخلاف بين المفسرين على حبه، يعني ماذا؟ البعض يقول، خاصة من مفسري العامة، يعني على حب الطعام، يحبونه لجوعهم إلى آخره. ولكن هل يقال علي يحب الخبز، يحب الطعام؟ نعم، حبه من الواضح، المرجع مرجع الضمير يعود إلى الله عز وجل. والذي يؤيد ذلك الآية التي بعدها، إنما نطعمكم لوجه الله. اللغز ارتفع، حل اللغز، إذن الإطعام لوجه الله. من أراد منكم أن يبارك في عطائه، محور حديثنا الليلة عن اليتم واليتيم وآداب الكفالة، قطعا أمير المؤمنين يرضى بذلك. لأن ننقل قصص بطولاته في الغزواته،
قد لا تناسب المجلس الآن هذه الليلة بمناسبة المكان، أقول إخواني هناك شروط في الإنفاق عموما، بحثنا بحث كما يقال مفتاحي استراتيجي كما يعبر. كل إنفاق أنتم بحمد الله أهل الإنفاق، بعض الحاضرين من وجوه الخيرين والمتبرعين زادهم الله توفيقا ومباركة. هناك ثلاثة شروط في أصل الإنفاق، مروي هذا الأمر، وأنا من عندي أضيف أيضا شرطين، لا مانع الشرطان أيضا مقتبسان من الكتاب والسنة. أولا تعجيله، إن أردت أن تنفق مالك توقف بستانك دارك بناءك عجل. الليلة صممت، هذه الليلة تكلم مع أحدهم قل أنا أوقفت ملكي هذه المؤسسة وأمثالها، لا تنتظر الصباح. الشيطان يأتيك ليلا يصبح الصباح، كما يقول المثل العربي كلام الليل يمحوه النهار. إذن عجل، إذن التعجيل. وثانيا الكتمان، الكتمان. لا أخفيكم سرا، لا أريد أن أتجاسر، أنا بودي رغبتي أن مساجدنا تسمى باسم أئمة أهل البيت أو المعصومين، بدءا بالنبي وختاما بالإمام المهدي روحي وأرواح العالمين له الفدا، أو تسمى بأسماء تشير إليهم، الأنجم الزاهرة من هم؟ السلام عليك يا ابن الأنجم الزاهرة وآباؤه الأنجم، سمها باسم التوحيد. نعم مسجد البلاغ ما شئت فعبر، أنا رغبتي أن الإنسان لا يذكر اسمه، لا يعلق اسمه على بيت الله عز وجل. لا يحرم يجوز، ولكن الأفضل هكذا، قدم ذكر أئمتك على ذكر أبيك وجدك، هذا إجمالا. إذن كتمانه هذا أيضا شرط من شروط القبول، تنفق يمينه ولا تعلم شماله، هذا المعنى ممكن أصلا؟ هو اليد والشمال، اليمينان يداك، كناية عن الإخفاء. وثالثا وتصغيره، الإمام المجتبى وليد هذا الشهر المبارك شارك الله في أمواله كذا مرة، يعني أنفق نصف أمواله في سبيل الله عز وجل. إذن لا تستكثر دفعت خمسا، لا تستكثر إن دفعت ثلثا، وهذا الثلث ينفق بعد موتك، أنت في القبر أنفق من الثلث أو ما أنفق، لا تحس بالثلث. ولهذا حديثي هذه الليلة إن نسيت كل حديثي، أنا أحب في المجالس نخرج بمشروع ببيان ختامي، الشعر والموعظة والبكاء هذا في ساعته نافع وللقيامة، أما في الدنيا الدمعة تبني دارا تبني الآخرة لا شك، قصورك في الجنة من هذه الدمعة. ولكن قدم أمرا عمليا هذه الليلة، خاصة ذوي المكنة، من له مال زائد، بعض كبار التجار ورجال الأعمال أمواله تكفي لأن يعيش عليه ذريته جيل بعد جيل، على الأقل جيلان. هذه الليلة إذا رجعت للمنزل، بعض المؤمنين يجعل مشاريعه في ليلة القدر. أحد المؤمنين قبل أشهر وعد بأمر خير، بأمر خيري، قال موعدي وإياكم ليلة القدر، أنا في تلك الليلة أفي بوعدي، أريد أن أخذ الثواب، ثواب الإنفاق في ألف شهر. إذن ماذا أريد أن أقول؟ اجعل هذه الليلة ليلة القدر. ماذا يكلفك؟ جملة واحدة، ثلاث كلمات تكسبك الأبدية والخلود، ثلث أموالي في سبيل الله. سبلت ثلث أموالي، ثلاث كلمات
ثلث أموالك كم؟ بعض كبار التجار تبلغ المليارات، اجعل هذا الثلث. إذا قلبك لا يطاوعك وأنت حي، لماذا تبخل على نفسك وأنت ميت؟ أنت في القبر تحتاج إلى كلمة لا إله إلا الله، وأبناؤك يستمتعون بمالك. هذا هو المنطق. إذن هذه الليلة بما عندك من مال اجعله، وبحمد الله هذه الأيام المشاريع كثيرة، ومنها هذه الأبنية المباركة الموقوفة باسم الأنجم الزاهرة. إذن تعجيله، كتمانه، وأخيرا تصغيره. قلنا لا تجعل صدقتك في عينك كبيرة، هذا في الإنفاق العام. وأما في خصوص الإنفاق على الأيتام والمساهمين في هذه المؤسسة المباركة، أنا لا أعلم من أين جاءت التسمية، تسمية العين. الآن العين الباصرة، العين الجارية هم تسمى عين، ولكن أنا أقترح ولو في النية أن تكون هذه التسمية العين، يعني أنه بعين صاحب الأمر والزمان، روحي وأرواح العالمين له الفدا. كذا إنوي هذه مؤسسة بعينه، وخاصة نحن في زمان الغيبة. تعرفون السفراء الأربع وكلاءه الخاصون، والمراجع في كل عصر وكلاءه العامون. فهنيئا لمؤسسة تنتمي بلواء يعود إلى صاحب الأمر عليه السلام عبر مرجعية رشيدة جامعة عاقلة حكيمة، وهي مرجعية المرجع الأعلى السيد علي السستاني، جعله الله وإياكم في درعه الحصين. إذن هذه أيضا من خصوصيات هذه المؤسسة. وأنتم تعرفون صناديق الصدقة، هذه صدقة معزولة، عموما معزولة، ولكن مكتوب على صدقات هذه المؤسسة صدقة مقبوضة بإذن الحاكم، بإذن الفقيه. يعني بمجرد أن تجعل صدقتك في هذا الصندوق أخذها اليتيم، تلقاها اليتيم. فرق بين صدقة تجعلها في الرف بعد أشهر تعطيها للفقير. ليس من المعلوم أن البلاء يدفع بهذا كثيرا، أنت مأجور. يتفق البعض يحتاج إلى المال، يرجع المال إلى جيبه، هذا أين؟ وبين إنسان نعم هكذا يجعل صدقته في يد الفقير. لا أقول الآن مستحب، ولكن لعل في بعض الروايات في بالي قديما، إذا دفعت صدقة للفقير قبل يدك. تقول ما الوجه؟ تقبل يد العالم المرجع. يقول هذه الصدقة وقعت في يد الله عز وجل، قبل يدك، يدك أصبحت مباركة لأنها وقعت في يد الله عز وجل. فالصدقة المقبوضة كذلك، إن جعلت مالا في الحصالة لو قبلت يدك ما كنت صاحب بدعة، هذا أيضا أمر يعتد به. ثانيا، إذن أولا التشجيع، هذا في ضمن آداب الإنفاق في المؤسسة. التشجيع، أنت إنسان وجيه قومك، شيخ عشيرتك، رئيس دائرتك، لا تكن بخيلا، روج بكلامك. أنا اتفق، قلت كلمة لأحدهم بنى مسجدا عظيما، بنى حوزة. كلمة، هذه الكلمة نطلقها على كل ما هب ودب، اتصال هاتفي، بصمة صوتية، وإذا من خلالها يرتفع مشروع عظيم. لا تبخل بذلك. رأيت بعض الناس من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، حقيقة له لسان أقوى من كل لسان. هذا المؤمن يعطى من الأجر ما لا يعطاه كبار التجار المساهمين.
التاجر يبني مسجدا مسجدين، وهذا المروج، هذا الوكيل، هذا المعتمد، هذا الوجيه طوال عمره يبني عشرات المساجد. رأيت أحد المشايخ قريبا، إنسان مستضعف عادي جدا في بالي، قال أنا إلى الآن لعله بنى 30 مسجدا بكلامه بتشجيعه بتشويقه. إذن لا تكن أيضا بخيلا في هذا المجال. وأخيرا نلملم الحديث، بعض المؤمنين حقيقة في مجال الإنفاق لا يقصر، ولكن أحب أن أقول كلمة في هذه الليلة المباركة. بلا شك الدعم المالي له موقعه، رأيتم هذه الصور، لعل هذا المال الذي يعطى لعائلة الشهيد وخاصة من قتل قتلة فجيعة أمام زوجته أمام والدته، هذا المبلغ قد لا يسعف نعم غليلهم، قد لا يشفي غليلهم، ولكن عندما يأتي طارق على باب البيت ويقدم ذلك، نعم كم هذا يسكن من أفئدتهم. الرعاية المعنوية واقعا لو أمكن أحدنا وتهيأت الظروف أن يربي يتيما يتكفله إلى أن يزوجه ويؤمن عمله. أنا سمعت من بعض الإخوة في هذه المؤسسة أن البعض من الخريجين من أيتام هذه المؤسسة تخرجوا، صاروا من الأطباء والمهندسين وغيرهم. هؤلاء هو أصلا كيف قلبه يزيغ نحو الحرام، ولحمه ودمه تربى من مال الإمام، من مال المؤمنين، تربى على يد وكلاء المرجعية. هذا الإنسان أسير الإحسان، لا يمكن أن يزيغ. ولهذا لا نستبعد أبدا في مستقبل هذه الأمة أن تخرج قيادات متميزة نموذجية من هذه الأيتام، من هذا اليتيم الذي لا يملأ عينك، ولكن بعد 10 سنين تراه أستاذا جامعيا، تراه طالبا حوزويا، حتى قائدا سياسيا. ما المانع أن يكون من هذا الصنف من يقود الأمة إلى ساحل النجاة، ونحن في خضم هذا الطوفان الذي ترونه جميعا. إذن التشجيع، الكفالة، التبني، كل هذه من الأمور التي ندعو إليها ونحن في أيام مصيبة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. عندما تزور عائلة اليتيم نلملم مقدمة عاطفية لنذرف أيضا مرة أخرى دمعة على أمير المؤمنين عليه السلام. عندما تذهب لدار يتيم من الأيتام، وخاصة إذا كان من ذرية رسول الله، قلت للأخوة قبل قليل، يتيم فقير علوي وابن السبيل، هذه الخصوصيات الأربع تخرق العرش. يتيم فقير علوي محمدي فاطمي وهو ابن السبيل، إذا ذهبت إلى دار أحدهم قل يا أبا الحسن أتأسى بك في زيارتي، أقدامي هذه نيابة عن أقدامك، ويدي هذه نيابة عن يدك المباركة. كم تدخل من السرور على قلبي وليك، بل في زماننا هذا إمامك يفرح بهذا الإنفاق. أما قرأت في دعاء العاهد، نعم والمسارعين إليه في قضاء حوائجه، يتيم يئن الليل إلى الصباح لمشكلة، نعم امرأة ثكلى أرملة كذا، تتوسل بإمام زمانها، تذهب صباحا تثلج قلبها، ألست أنت الذي قضيت حاجة إمام زمانك؟ هذا قضاء لحاجته، أن تلهج بآل ياسين والندب جيد
ولكن هذا العمل الذي يقربك إلى إمام زمانك، والذابين عن العلماء يذبون عن إمام زمانهم والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره. أمير المؤمنين ساعة الاحتضار ماذا قال؟ الله الله في الأيتام، أليست هذه وصية أمير المؤمنين في اللحظات الأخيرة من عمره؟ إذن بإنفاقك تأسى بأمير المؤمنين. وأما الليلة ماذا يجري في بيت أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ رأوا تلك العصابة الصفراء الذي لا يميز بينها وبين صفرة وجهه، الكل ينتحب ويبكي، وخاصة أكثر المنتحبات الباكيات ابنته زينب. قال ما كانت على صدر أبيها، قال ما كان يشمها ويضمها إلى صدره. ولكن هذه الليلة ماذا كان يجري عليها؟ تبكي بكاء الثكلى، ولكن الحسن في جانب، الحسين في جانب، يكفكفون دموعها، يمسحون على رأسها، العباس أيضا يفعل ذلك. ولكن ماذا جرى عليها في يوم عاشوراء؟ يسوقها زجر بضرب متوت، والشمر يحتوها بالسب أبيها. في مثل هذه الأيام الكل يمدح أمير المؤمنين، الكل ينعى أمير المؤمنين، نفسها تطيب، ولكن في ذلك اليوم ماذا يجري؟ أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالسوط كسر أضلعي؟ فأجابها من فوق شاهقة القنا، قضي القضاء بما جرى، فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى، واصنعي ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. إخواني، هذه الأبيات قلما قرأت في مجلس إلا ورقت لها القلوب وجرت الدموع. أي مصيبة، لولا أن ليالي المصيبة ما ذكرت هذه الفقرة. أولا أذكر الفقرة من الناحية، ثم أذكر القصيدة أبيات منها. فلما رأينا النسوة جوادك مخزية، فلما رأينا النسوة جوادك مخزية، والسرج عليهم ملويا، خرجنا من الخدور على الوجوه لاطمات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات، تلفح وجوههن حر الآجرات. وأما الأبيات المفجعة، هذه الأبيات التي تعرفونها جميعا، فواحدة تحنو عليه تشمه، وأخرى عليه بالرداء تظلله، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. وأما بيت الدعاء، هذا البيت زينب تخاطب قاتل شقيقها: أيا شمر هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا أعد نظرا يا شمر، إن كنت تعقل ما أعاد النظر، وإلا بجعل زينب تنادي: يا ابن السعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟
نادت أما فيكم رجل مسلم؟ توجهت أخيرا للمدينة بعد أن يأست من القوم. يا جدا هذا سيلك بالعرى تقطعه الأعضاء، مسلوب الإمامة والرداء. لا أدري هذه الكلمة ماذا تصنع بقلب إمام زماننا عندما قالت وبناتك سبايا، حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديعة، بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأخيه وأمه وأبيه وبالتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، عجل لوليك الفرج، استحضروا حوائجكم للدنيا والآخرة، ندعو بدعاء الاضطرار جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما جيب